بأيدي سيدات تدربن على العمل والإنتاج ضمن الجمعية الخيرية لإغاثة المحتاجين في دوما، يتم تجهيز اللباس المدرسي لنحو 4500 تلميذ وتلميذة في المرحلة الابتدائية، و2500 آخرين يتوزعون بين الصف الخامس والأول الإعدادي. هلا هي هدف الجمعية الأولاني رعاية الأيتام، تمكين النساء من حيث أنه عم نعمل لهم دورات خياطة لحتى يشتغلوا عنا بالجمعية. في عنا هلا تأمين كسوة مدرسية للطلاب، طلاب من الصف الأول إن شاء الله لصف السابع أو الثامن. خضعت هون لدورة تدريبية بتعلم القص واستخراج البترون والخياطة، وبعد منها خضعت هون للعمل على المكنات، وحاليا أنا مشرفة الصالة هون بالمشغل. هون فتحنا مشروع لعمل الصداري المدرسية زائد البنطلون الجينز اللي هن رح يتوزعوا إن شاء الله بعد فترة على طلاب المدارس. جيت لهون كنت ما بعرف شيء طبعا، نحن كمعيلين لأسر كتير مهم، وحتى بالوضع العام بالبلد يعني تقدري أنت بتخيطي قطعة، بتقدري يعني بتعيني أسرتك بهالمجال هذا، وحتى للعالم إنه مثل هلا شفتي تحت الموسم المدرسي وحتى موسم العيد قبل منه كان كتير ممتاز. عمل الجمعية الخيرية التي تأسست منذ عام 1960 واستمرت حتى يومنا هذا لا يقتصر على دعم المحتاجين والفقراء والأيتام، بل يشمل تأسيس مشاريع تدريب وتشغيل لمن ترعاهم ضمن الجمعية. جددنا هذا البناء وأصبح مؤلف من عدة طوابق وتتسع أعمالها يوما بعد يوم. عندنا أهم شيء بالجمعية الخيرية قسم الدراسات، وهو المشرف على دراسة رعاية المعوزين والفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل، وقسم الأرشفة قسم الأيتام كفالة حوالي 4000 يتيم لهم معونات شهرية مالية وعينية. في عنا بناء الأيتام في منطقة المساكن بحاجة إلى ترميم، تبرع بإعادة هيكلته وتجديده، ووصلنا إلى مرحلة لا بأس بها. المشغل بيضم ما يقارب 60 موظفة، لأن أغلبهم كانوا من رعاية الجمعية، خضعوا لدورات تمكين وتدريب. اليوم الجمعية قامت بتأمين ما يقارب 4500 طفل ابتدائي، يعني صدرية زائد بنطال زائد بوط، ما يقارب 2000 إلى 2500 طفل بمرحلة الخامس والسادس والسابع، حيتم توزيعهم عبر قوائم موجودة من قبل مكتب الدراسات والجمعية الخيرية.